في تقاعد كاسب انه ماسك الهاجس جاب البيوت الصرفيه في تقاعد كاسب انه ماسك الهاجس جاب البيوت الصرفيه واستوديو لمسات رمي لكل جديد وحصري باللحون النادرة والصرفية في تقاعد كاسب النماسك واستوديو لمسات رمي لجل غالي ناس عد هلقى فشلة باللحون النادرة والصرفية عد آله لال راع العز كله والفخر والمجد يضرب له تحية والفخر والمجد يضرب له تحية بالتقاعد نقيم اليوم حفلة لكل جديد وحصري رافع الراس القبيلة وراس أهله نفتخر بإنجازه وفعول الأبية من بعد خدمة سنين واستوديو لمسات رمي لكل جديد وحصري حان له يرتاح من جهده وحمله يا عسى أيامه سنين هنية سيرته عز وفخر وامجاد والله في مؤسسة صناعة عسكرية واستوديو لمسات رمي لكل جديد وحصري يستحق على المراتب العليا له مسيرة حافلة وكل يجلة وله ما بين الناس شان ومقدرية لا سعد حزن فخر ذكه وجلة يستحق واستوديو لمسات رمي لكل جديد وحصري ربعها الهلالة للمجد كله لا بتنترقى على متنى الثرية واستوديو لمسات رمي لكل جديد وحصري صعب يحل في جلال المرجله ويا لحميه ابراهيم وطلال على الاعداء عله ناصر اللي ما مشى درب الرديه في تقاعد كاسب واستوديو لمسات رمي لجل غالي لكل جديد وحصري واستوديو لمسات رمي لكل جديد وحصري رافع الراس القبيلة وراس أهله افتخر بإنجازه وفعول الأبية من بعد خدمة سنين في سجله كلها جلد وتفاني ومعنوية واستوديو لمسات رمي يا عسى أيامه لكل جديد وحصري عز وفخر وامجاد والله في مؤسسة صناعة عسكرية دخل الوطن بإنجازه وفعله يستحق على المراتب العليا يستحق واستوديو لمسات رمي مهمسيرة حافلة وكل يجله لكل جديد وحصري ومقدرية لا سعد حزن فخر ذكه وجله يستحق المدح وابيات الوفية بالكرم والطيب واستوديو لمسات رمي لكل جديد وحصري واستوديو لمسات رمي لكل جديد وحصري للتواصل جوال 05-02-19-3-2-3-5 واستوديو لمسات رمي.